مقر المركب الثقافي بمدينة القنيطرة اللي كيشهد الندوة حول واقع كرة القدم داخل القاعة نادي أجاكس القنيطري نموذجا. وبموازاة ذلك كيف ما كتشوفوا حنا في معرض الصور اللي كيخلد واحد 50 سنة ديال مسار كروي ديال النادي تاريخي، أول نادي في كرة القدم داخل القاعة اللي هو نادي أجاكس القنيطري اللي لعبوا فيه لاعبين متعددين واللي عطى واحد إشراقة وسمعة كبيرة جدا للكرة واللي مثل المنتخب المغربي هذه سنوات. صحيح أن أجاكس القنيطري حاليا كيمارس قسم ديال الهوات، فالمبتغى من هذه التظاهرة الرياضية أولا تذكير الأجيال في مدينة القنيطرة بهذا الفريق اللي صنع الأمجاد واللي تخرجوا منه لاعبين متعددين اللي لعبوا بصفوف المنتخب الوطني ومن ضمنهم الإطار الوطني اللي كنعتزوا نفتخروا به سي هشام دقيق اللي لعب فريق ديال أجاكس وهو الآن مدرب ديال المنتخب الوطني المغربي، فهذا شرف لينا. فمن خلال هذه الندوة ومن خلال هذا المعرض ديال الصور ماذا نبتغي من ورائه؟ نبتغي أولا واحد دراسة شاملة لواقع ديال كرة القدم، الإيجابيات والسلبيات ديالها، ومن خلال ما سينتج من خلاصات عن هذه الندوة هذه كنتمنى أن المسؤولين على كرة القدم داخل القاع على المستوى الوطني يعملوا على التفعيل ديالها باش نحافظوا على الرصيد ديالنا اللي جابوا المنتخب الوطني المغربي والأجيال اللاحقة ديال الأبناء ديالنا يحملوا المشعل ويردوا الاعتبار لمدينة القنيطرة والأجاكس. نعتز ونفتخر بالفرق المتواجدة بمدينة القنيطرة اللي كتشرفنا. تحية للصحافة اللي كتواكب هذه الكرة داخل القاعة وعلى رأسها أخبار الفجر المغربية، وشكرا. بالنسبة للمشاركة ديال الفريق هذا بيرخيليد كاديس، واحد فريق الإناث، وهو واحد الفريق اللي تا هو عريق في أندلسية في الأندلس ديال جنوب إسبانيا، معروف بزاف لا من ناحية ديال الفريق ديال الذكور ولا من ناحية البنات. هما ديجا عندهم واحد الإكسبيريون، شاركوا معنا في طنجة، وعلى داك الشيء ملي استدعيناهم بغاو يجيو بالصدر الرحب وبغاو يشاركوا معنا في هذه الفرحة ديال 50 عام ديال فريق أجاكس قنيطرة، واللي غنكونوا إن شاء الله يا ربي غنحاولوا ما أمكن أن ندوز في الأجواء اللي كتناسب المناسبة. واحد الحاجة مهمة، حيت حنا كنشوفوا دابا الإقبال كبير ولا الاهتمام كبير على الكرة النسوية، ان شاء الله ربي حتى من فمين يفوت بدات غتبدا بطولات تقريبا العام اللي ماجي، وهذا الشيء غيفيدنا بزاف ان احنا نشاركوا مع فرق اوروبيه اللي عندها ديجا واحد الصاده واحد التجربه في هذا الميدان خاصه بالكره النسويه، وهذه غادي تكون واحد انطلاقه وخاصه في المغرب كله غادي يلقى واحد الصاده باش يكون الاهتمام كثار وكثار. بحال اللي مشات الكره ديال الذكور، شوف فين وصلت دابا، ميني فوت فين وصل في المغرب، ونتمنوا ان حتى من ناحيه البنات كرون فوت هو مشى بعيد، نتمنوا حتى في الفوتسال تكون هذه انطلاقه ان شاء الله يا ربي، ونساهموا حتى حنا في كل شيء. اولا احنا نشكر طبعا سي الجمعي على الدعوه الموجهه للجمعيه، وطبعا من ساعه ما قلنا احنا طبعا جهزنا نفسنا الحمد لله. ده فريق عظيم وفريق كبير جدا وله تاريخ كبير، وما شاء الله من اعظم الفرق في المغرب وفي افريقيا ولف العالم. طبعا احنا توجهت لنا الدعوه بمناسبه عيد العرش، وطبعا كل سنه وانتم طيبين وجلاله الملك نصره الله والشعب المغربي بكل خير، وحفل يكون يليق ان شاء الله بينا باذن الله. وانا ده دلوقتي سعيد جدا ان انا حاضر في مدينه القنيطره، من ساعه ما جينا بصراحه الامن على مستوى عالي، الاقامه، السي الجامعي استقبلنا استقبال كبير، كان عامل لنا حفل امبارح للوفد بتاعنا المصري، واحنا بصفتنا كجاليه الحمد لله كنا في المستوى، استقبلنا الوفد الحمد لله، واحنا نتمنى تبقى مباراه حلوه وتليق بالشعب المصري والشعب المغربي. وطبعا بصفتنا هنا في المعرض الجميل ده انا بشوف ما شاء الله سي الجامعي مع اكبر انديه على مستوى العالم ولعيبه حضره الندوه، كابتن فرس وانا لي علاقه بيه طيبه، كابتن عبد المنعم، كابتن نور الدين بشيشي، محبين الرجاء البيضاوي بيساندوا معانا، اصدقاء ليا، استاذ مصطفى الصحافه المصريه، استاذ نور، بعض الاخوه معايا في الجمعيه كانوا معانا،
وان شاء الله الحمد لله تكون حفله يليق بالمغرب ومصر. والله هم بص الكره الخماسيه عندنا الحمد لله عندنا لعيبه كبيره جدا في مستوى، وخدنا بطوله افريقيا قبل كده الحمد لله، وعملنا في الاولمبياد شغل جامد على مستوى عالي، وعندنا لعيبه في المستوى. عندنا برضو في نادي الاهلي ونادي الاتحاد ما شاء الله ناس على مستوى عالي جدا، وعندنا سفير من المغرب من هنا استاذ عبد المنعم بيكرم طبعا من نادي الاتحاد كل سنه. والحمد لله علاقه مصر والمغرب علاقه طيبه جدا، حتى اللعيبه كلهم بصراحه ربنا يعني اللعيبه القدامى على اتصال بينا اثناء احنا جايين، واول ما عرفوا ان في وفد مصري جاي كله كان عايز يجي بصراحه، بس هم حددوا لنا عدد معين 11 لاعب فاحنا التزمنا بيهم يعني. والحمد لله سي الجامعي بصراحه ربنا حاجه على مستوى عالي جدا، واحنا فرحانين بيه، وانا سعيد بيكوا جدا، وشكرا للاخبار ديالك، وانا سعيد بيك جدا يعني. شكرا بهذه المدينه واللي هي المهد ديال كره الصالات. فريق اجاكس كان في غياب جهاز تأطيري هو اللي تيمثل المغرب دوليا، لعب ثلاثه كؤوس العالم في 94 وفي 97 و2000، كان التحق الاتحاد الدولي سنه 1994، وكان عندنا منصب نائب الرئيس شخصيا. انا التحقنا بالاتحاد الاوروبي في 95 ونظمنا كاس اوروبا للامم. فريق اجاكس كان يعني هو القطره الاولى اللي بدات، اللي اتى بعدها غيث، الحمد لله روات واثمرت، والشبان ديالنا والوطن ديالنا يجني ما غرسناه. وتنهني الفريق الوطني على هذا الانجاز اللي حقه، وتنشكر هشام الدكيك على المثابره وعلى هذا الاجتهاد اللي كان يعني منقطع النظير. الحمد لله فخورين به وفخورين بهذه اللعبه اللي الحمد لله تنفض غبار للسق على الرياضات المغربيه.